nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam. Bir an sen yanımdasın, saçlarım. بس ثانية مراد، فيني فوت لعندك؟ ثانية بس لألبس. أنا آسف كتير، عن جد بعتذر منك فتون لأنه تأخرت لك بالغرفة. يلا فيكي تلبسي هلأ بلا ما تاخدي برد. لا أنا تيابي مانهم بغرفة جان، قصدي يعني بغرفة التياب يلي فوق هنيك، أنا بحطهم بالعادة. أنا كنت جاي لهون بس لحتى أتشكرك فتون. ليكي أنت فيكي تحكي لي كل شي، بتعرفي ما هيك؟ بس أنا ما عندي شي لحتى أقلك يا. صدقني مراد، يعني نحن بصراحة ما عنا شي مخبينه عنك أو لازم نقوله. أنت عم تتوهم بشي مانو موجود بخصوص علاقتنا أنا وجان. بالإذن لازم روح لبدل تيابي. باي. أخذت من تيابك، ببعت لك ياهن. لا ما في لزوم. طيب تصبح على خير. الله معك يا رفيقي. أنا بعتذر منك فتون بسبب صار هالموقف. أنت منيحة؟ إيه أنا منيحة. أنت قلي كيفك؟ يعني عم بيجعني ظهري شوي بس أحسن هلأ. سؤالي مو عنه، عم بسألك عن مخك اللي فوق. جان تركنا من كل شي، تركنا من كل شي مرق معنا، بس من وين طلع معك إني حامل؟ لك أنت جنيت شي؟ من وين طلعت بهالكذبة المجنونة؟ يعني كذبت كرمال نكون واقعيين. لك يا فتون، منقول إنه كنا مفكرينك حامل وطلعنا غلطانين.
صدقني أحياناً بندم كتير لأنه فتت معك بهالتمثيلية ووافقتك. فتون وقفي، لا تطلعي، فتون وقفي. آه أوف، آه فتون أوف، جان أوف. اللي شو صار لك؟ شنج داري، تشنج كتير. ايه وشو بدي أعمل هلأ؟ بس فردي لي رجلي. فيكي تلبسي هلأ بلا ما تاخدي برد. لا أنا تيابي مانهم بغرفة جان، قصدي يعني بغرفة التياب يلي فوق هنيك، أنا بحطهم بالعادة. لفوق لفوق لفوق. لك على بعضك قد الكمشة، بس حاسس انه عم بيمشي فوقي فيل. لك جان، ابوك عنده اشهر مستشفى بكل البلد، برأيك منطقي تضل قاعد بالبيت وانا عم بدعس فوق ظهره؟ حلو حلو، لتحت لتحت، ما بدي لا مشافي ولا غيره، خلص كملي خليكي عم تدعسي علي. بتعرف شو؟ كان لازم اتركك لحالك انت عم تتوجع وتصرخ. كنت بتتصل بأبوك ولا كنت بتقعد مثل الولاد الصغار وبتبكي من وجعك؟ ما بعرف والله. آخ بس يلعن أبو هالقلب الطيب اللي عندي، قلبي ما بيطاوعني يساوي هيك. لك يا الله منك، شو صار يعني إذا كذبت كذبة صغيرة؟ كذبة بيضة، هاي اسمها كذبة بيضة، ما بتضر حدا. يلا طلعي لفوق لفوق شوي كمان. رح يجينا ولد، وقال أنا حامل من هذا الحكي، والأضرب متمني إنه يجينا بنت وصبي. حبيبي حبيب، جبنة؟ ممكن حياتي. كرواسون؟ شوفي دب دب. فتون، أي دب هاد؟ هذا اسمه نمر. إلك شو بتفرق؟ خدي بنتي تعالي لعندي لطعميكي شوي. أوه رح ناكل أطيب أكلة، يلا افتحي تمي. أوه يا شاهرة. ماما كنت عم بتوسخوا بالعشب، إمتى رح نرجع على البيت؟ لازم بدلهم بسرعة. يا روحي ما فيهم شي، لسه بيتحملوا 3 أيام. ماما لو سمحتي ما فيني أطلع بهالتياب الوسخة. لك شو صار لك ابني؟ ما نوسخين ابنه؟ لف فرجيني. لك ما فيهم شي، خلصنا. اف ما دخلني انا، بدي غيرهم. برافو عليك برافو. روحي لعند بابا لشوف حبيبي، ما نوسخين والله نضاف. شو فيهم قميصي كيف مبقع؟ لف. اوبا شفت انه نضف لا وسخ عليهم ولا بقى. شان لا تعمل لها هيك، لسه هلأ أكل البنت. بدي أشلحن هلأ. لا ما تشلحن حبيبي لو سمحت. برافو برافو. لك ما تطيرها هيك شان، هلأ بدي أشلحن هلأ هلأ. لك ابني شو عملتي؟ ما تشلحن. لك شو عم يصير معكم؟ لك شو هاد؟ شو عملتي لك بنتي؟ على فكرة هالبنت طالعة كتير بتشبهك. وهذا الولد طالع كمان بيشبهك كتير. ابني تعال معي خلينا نروح نبدل القمصان. يلا يلا روح ابني، ما فيهم شي تيابك، روح لعند أبوك. وحضرتك خدي بنتك. لا الله لا يقدر مستحيل. مستحي. فتون لوين رايحة؟ فتون الله يخليك رجعي ساعديني، بدي أقوم لو سمحتي. فتون طيب نحن هلأ اتصالحنا ولا لا؟ على أغلب اتصالحنا. لك يا فتون كيف هلأ بدي أقوم؟
جان؟ شو هاد لوين راح؟ معقول يكون حمل حاله ورح لعند الدكتور من الصبح؟ ما شاء الله يا ستي، رح أطبع لك كروت مكتوب عليها معالجة الفتاء وآلام الظهر. مدري شو عمل لي هالمساج، مثل الفل ظهري طاب على الآخر. كيف يعني؟ شلون طاب؟ طاب وخلص. مع أني ما بخفيكي ليلتي مبارح كانت صعبة شوي وتأهرمت لأني نمت على الأرض، كنت متشنجة شوي، بس الصبح فقت مثل الحصان مثل ما أنك شايفة فتون. أمني ليكي فتون، بما أنك أنت عملتي معي معروف، رح أعمل لك معروف. أنت؟ إلي أنا؟ ومعروف؟ خير إن شاء الله، شو صاير بالدنيا؟ رح أعلمك السباحة اليوم. لحقوني عم بغرق. لك فتون تعالي لوين رايحة؟ تعي لك تعالي لهون يا فتون، ما تخافي تعالي. ليكي أنا أستاذ شاطر كتير كتير كتير، ربع ساعة وبعلمك السباحة على أصولها. ما بدي أتعلم السباحة بنوب. لك كيف يعني ما بدك؟ القصة بسيطة كتير فتون، رح تكون مثل قصة البسكليت، أنت بس انزلي وتركي الباقي علي، ماشي؟ تعالي لك. تعالي فتون تعالي. لك خلاص حل عني بقى، ما بدي فتون. أتعلم السباحة. تعالي تعالي. ولك يا فتون، افتحي هالباب لشوف، مفكرة حالك طالبة بالروضة يعني؟ يا الله منك، إذا بدك بجيب لك فواشات بتحطيهم وبتسبحي فيهم. اسمعيني منيح، رح أنزل إلبس شورت ورح أكون بالمسبح عم بستناكي، مفهوم؟ إذا ما بتنزلي رح أخبر أمي وقلها لبشارة كنتك حامل، سمعتي شو عم قول؟ أصحك تعملها؟ لا بعملها. يلا روحي بدل تيابك فتون وزبطي حالك وجيبي البطة البلاستيك تبعك وتعالي، تمام؟ جان استنى، اف لك وقف شوي يا جان، بس ما بصير تضل عم تهددني كل شوي والتانية، شو هالحالة اللي عايشين فيها؟ شو اعمل، ما عم تتركي لي حال تاني، انت اللي عم تجبريني اني هددك. ليكي بدك تلبسي المايو تبعك ولا هلأ بتصل بمرت عمك؟ اوعك تتصل فيها جان، ليش عم تحطني بهاي المواقف؟ انا ما بدي اتعلم السباحة ابدا، ليش ما عم تستوعب اللي عم قوله؟ تأخرت كتير على فكرة، ليكو عم بيرن. الله يخليك لا تعمل هيك، كنتي كسرتي فتون؟ يا ريته انكسر احسن. شو رح تسبحي؟ رح اسبح. مديحه مديحه تعي جان على التليفون. اسمعني جان، اصحك مرة تانية تهددني وتقول انك رح تتصل بامك وتخبرها اني حامل، شو هالحركات البايخة هي؟ فاهم علي؟ عن جد قصة هالحمل خنقتني، خلصنا بقى مثل الاولاد. تمام تمام، روح البسي المايو تبعك ودهني واقي شمسي لانه لونك مثل الجبنة البيضة فتون، يعني احسن ما تنحرق بالشمس وتصيري مثل صدر الكنافة. مو معقول شو غليظ. الو فتون بنتي، فتون الو. شو عم تحكي هاي؟ قالت حامل؟ معقول تكون حامل؟ يا الله، تك 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 تك. مديحة مديحة ناجية ناجية الحقيقي، مديحة وقعت من طولها الحقيقي يا ناجية. لك شو هالمنظر هاد؟
ايش بك؟ انا مو صحبه مع المي ابدا. شو هالبرنس هذا؟ طيب معقول بدك تنزلي هيك على المي؟ والله اذا نزلتي هيك وغرقتي انا ما فيني طالعك ابدا. طيب ماشي، دير وشك. كيف يعني؟ يعني لف وشك لورا. عن جد فوتون انت جاني على الاخر، ما انت رح تنزلي على المسبح، ليش بدك يعني لف؟ اف خلص لف لورا وخلصني. رح تضلي طول عمرك مجنونه، خلص لفيت. ما تطلع. لك عم قلك ما تطلع، بقيت لك ها. مديحة خانم، مديحة خانم، الله يرضى عليك، طمنيني عمي. مديحة خانم، مديحة يا بنتي. الحمد لله. الفصعونة طولها يا دوب 140. يا الله، بلكي جابت بنت وطلعت بتشبهها. يا ربي دخيلك. مديحة ليكي، شو رأيك بهالمناسبة نتعشى اليوم كلياتنا مع بعضنا؟ وتحسين أنا بتصل فيه وبخبره، ومنعزم الأولاد كمان، نعمل له المفاجأة، وأكيد كنتي رح تنبسط. ما بدي، مو طايقة أشوفها وإنت بدك تفاجئها. لك مديحة شو هالحركات، حاجتك بقى. يا الله، شو هالامتحان الصعب اللي حطيتني فيه، وشو هالبنت اللي بلتني فيها يا ربي. معقول تعملي هيك بعد الخبر الحلو يا بنتي؟ معقول؟ عيب عليكي. عرفت شبكي، انت مالك حابة تصيري ست للولد اللي جاي على الطريق مو؟ تركيني ناجية، روحي روحي كملي شغلك بالمطبخ. هي سنة الكون مديحة، كل ست إلا ما تختير وتصير تيتي. يا تيتي يا تيتي. حرام عليك عمو، حرام عليك، شو عم تساوي فيني؟ والله حرام عليك عمو. لك لا تخافي، قلتلك ما رح أقتلك. ما تتركني، والله رح موت من شو. لساتك خايفة هلا؟ ها؟ بسيطة ما فيها شيء. Kim bilir ne olacak, işte durumu karışık. Tahsin merhaba. لك عندي بشارة بتطير العقل. أنا تأخرت كتير، لازم حضر حالي وأطلع، اليوم عندي توقيع مع المعجبين. طيب روح، الله معك. ما قلتي لي أنت شو رح تعملي؟ رايحة لعند مراد، بدي أخذ له اللي كتبتهم، بس ما بعرف كيف رح أطلع بوشه بعد هداك اليوم. أي معناها ما تروحي؟ برأيي روحتك رح تكون على الفاضي، يعني هو عم بيضحك عليك. جان، شو هالحكي السخيف هلأ؟ أنا وياه قطعنا مرحلة مهمة. قصدي بالشغل مو شي تاني. فوتون؟ بدي أسألك قديش بدك تضلك عنده؟ ما بعرف، يعني ساعة بالكتير ما بطول. ماشي، منتعشى مع بعض اليوم؟ شو رأيك؟ نحن الاثنين بس؟ اي بس، شو فيها؟ أنا بعد التوقيع بروح على المطعم فورا وببعت لك العنوان بمسج. ماشي، اتفقنا. جان؟ ها؟ تليفونك. يلا جاي. مين عم بيتصل؟ جدك. أهلين جدي، كيف؟ عشاء عائلي عندكم بالبيت؟ كلنا مع بعض؟
اصلا لو زبط العشاء كنت رح اتفاجأ. خلاص جدي مو مشكلة، بس انا عندي شغل اليوم، عندي توقيع يعني ضروري، بس اطلع من هنيك بيجي فورا وفوتون رح تسبقني. تمام الله معك، بشوفك، باي باي. التغى العشاء تبعنا. لو زبط عشانا كنت رح اتفاجأ. بكرة منظبطه. بكرة؟ نحن الاثنين؟ نحن الاثنين. ايه منروح؟ منروح؟ طالعة لفوق بدل تيابي. طيب معناتها لكان أنا كمان رح بدل تيابي. مرحبا. أهلين فتون، فيكي تتركي الملف على الطاولة وتمشي. كيف يعني؟ شلون أتركه على الطاولة وأمشي؟ طيب مثل ما بدك، شوفك بخير مراد. فتون؟ أنا ما عم بفهمك بنوب، صدقيني ما عم بقدر أفهمك، عم تخربطيلي عقلي. بشو لازم فكر وكيف لازم فكر ما بعرف. لهيك فيكي تمشي هلأ، منحكي بوقت تاني فتون. انت فيكي تحكي لي كل شيء، بتعرفي ما هيك؟ بس انا ما عندي شيء لحتى اقول لك يا صدقني مراد، يعني نحن بصراحه ما عندنا شيء مخبينه عنك او لازم نقوله. انت عم تتوهم بشيء ما انه موجود بخصوص علاقتنا انا وجان. لو سمحت وقع لي اياها. تفضلي. شكرا كثير. معلش تعطيني صورة؟ كلك ذوق. شكرا. شكرا كثير لك. يا اهلين. يا خير معلمي، في عندك شيء بعد هلا وانا ما بعرفه؟ ها؟ شو؟ عنا عشاء عائلي مع اهلي انا وفتون بعد ما خلص، انت روح لهنيك المساء. عشاء عائلي؟ برافو عليك يا فتون، عرفتي تفوتي على عيال التكين.
فيني فوت؟ رفيف؟ ايه طبعاً تفضلي. أهلا وسهلا. اشتقت لك مراد. تفضلي عادي. لا ما رح أقعد. صاير شي أنت منيحة؟ هلأ أنا منيحة كتير، أحسن من آخر مرة التقينا فيها أنا وياك، يعني فيك تطمن وتريح بالك. هاي هدية عيد ميلادك مراد. يعني ما نسيتي، شكرا لك. ليش إمتى نسيت هيك يوم؟ بصراحة أنا فكرت كتير بخصوص أني جيب لك الهدية ولا لا، قصدي بعد اللي صار بيناتنا. رفيف لو سمحتي. مراد لا تخاف أبدا، هالمرة رح أقول كلام مختلف تماما. أنا فكرت كتير مراد إنه شو كان السبب بحبي الزايد لإلك، مع أني كنت بعرف إنه مالك معجب فيني وما بتشوفني بنفس الطريقة، وكنت بعرف إنك رح تجرحني كمان، وحتى وقت اللي لبستني وعرفت إنه خلص ما عاد يمشي الحال، لهداك الوقت أنا كنت مصدقة كذبة وصار لازم حط حد لهذا الشي. وقد ما كنت بحبك مراد لازم أنساك وفكر بحالي. رفيف أنا ما في داعي تقول شي مراد، أنا قلت اللي عندي. يلا بخاطرك. Kapıyı çalsam bir an sen yanımdasın, saçlarımda tadındasın, sonra işte onunlasın. خلاص رفيف هذا مو صح. بعده شو هذا عم بيصير هيك؟ رجعوا لورا اذا بتريدوا بعده، رجعوا لورا من بعد اذنك. بعد هيك شوي بعد. شكرا شكرا. وانت بعد هيك كمان بتشكركم يا جماعه بعده. بتشكركم للطلب. يلا بعده. شكرا لمحبتكم. بعده هيك بعده بعده هيك بعد لو سمحتكم. شو ما اشتغلوا سوا؟ لك ما بيصير هيك معلمي. بدي اسالك سؤال. خير شو بدك؟ شو اخبارك؟ يعني انت منيح؟ امورك بخير؟ انا منيح عماد. يعني ما في مشاكل بنوب؟ قصدي بخصوصكم او بخصوصنا او انه عماد انت لوين بدك توصل فهمني؟ انا ليش لأتضايق بموضوع بخصكم انتو اصلا؟ الف حمد وشكر، الحمد لله يا ربي. اوف نسيت اتصل برفيف، شو هالنسوه هي الله. لك انت بدل ما تلعي هاللعي الفاضي ما تتفضل وتشتغل شغلك. ألو أي رفيف شو أخبارك؟ في مجال نلغي العشاء تبع اليوم؟ لأنه رايحين لعند أهلي بالليل. شبكي أنت منيحة؟ مو عاجبني صوتك. طيب وينك؟ تمام تمام أنت خليكي هنيك أنا جاي فورا. بالله لف من هون. شو ما عم تسمعني؟ بدنا نروح حبيبك دور. مو ناقصني غيرك بخلقتي. يلا لشوف خلونا نزين البيت منيح. تعرفوا ان اليوم مو مثل اي يوم، خلونا نفرح قلب كنتنا اللي حتصير ام. اطلب قالب الجاتو اسماعيل بيك. طبعا لجي خانوم، معقوله ما اجيب لك جاتو؟ بس اليوم بدي قالب الجاتو يكون مميز وله معنى، ما بدي وصيكي. خلص خلص انت لا تاكل هم ابدا. ناجية خانوم شايفتك مبسوطه اكثر منا، ما عاد اعرف اذا الحفيد الك ولا النا. انا رايحه اشوف شغلي. ايه بيكون احسن. يلا بنتي انت شو عم تساوي؟ عم شوف المجله عمي. بدل ما تنفخي قلبي خدي انفخي هالبالون بيكون احسن. اليوم رحت لعند مراد.
أعطيته هدية عيد ميلاده واعتذرت منه عن كل شيء سويته. عملت منيح ما هيك؟ ايه عملتي منيح. مع اني كنت متخيلة اني حبه طول عمري وانه نفتح بيت مع بعضنا واني رح عيش معه العمر كله واني اطلع بساعتي وقول امتى رح يرجع على البيت يا ترى؟ وبس يرجع يجي على البيت وهو حامل ورد مثل ما بيصير بالمسلسلات يعني. هيك عطول كنت اتخيل. بس انا اليوم عملت الصح مو هيك؟ زدتي كل اللي صار معك ورا ظهرك رفيف، لانه خلص صار لازم ترجعي لرفيف القويه يلي كلنا بنعرفها، ما هيك؟ معك حق، انا صار لازم ارجع رفيف تبع زمان، لازم ارجع قويه مثل قبل. لك ليش تأخر هذا تحسين؟ ها؟ ليك وصل؟ ناجية! ناجية افتحي الباب وصل تحسينه! بسرعة افتحي الباب بسرعة! أهلين وسهلين تحسين بيك! أهلين فيكي! لسه ما وصلوا ما هيك؟ يعني أنا ما تأخرت! لا لا! ما وصلوا بس ما تقول لي على وصولها! أنت وصلت في الوقت المناسب تمام! ايه الحمد لله! أهلين وسهلين تحسين! أهلين. شايف عمو اسماعيل؟ شايف قديش زوجي مزوي؟ جاي وإيده مو فاضية وجايب لي معه ورد إيه؟ مو إليك، أنا جايبهم لك أنت فتون. لك شو عم بيصير معك مديحة؟ بالظاهر غيراني ممكن نتنغ. أنا تأخرت كتير، جان أكيد بيكون وصل. بابا حبيبي روق شوي، خلاص اهدى، شو صار لك؟ ليش تأخروا كل الأد؟ ها؟ وصلوا، وصلوا وصلوا ليكن. ناجية، ناجية ركضي افتحي الباب. ناجية، مديحة، مديحة وينك أنت؟ لك يلا افتحي الباب بسرعة. مديحة وينك؟ أهلين بنتي تفضلي. أهلين يا بنتي. أهلين فيك أهلين. جدي، شو هالزينة؟ تفضلي معي يا بنتي تفضلي. يلا تفضلي. عيد ميلاد مين اليوم؟ مفكرتنا ما بنعرف الموضوع. شو بدكم تعرفوا؟ يا البيبي. أي بيبي هاد؟ رفيف خانم، قلي شو جنبك؟ في مجال ما تضلي قلبي خلقتك؟ بتحب احكي لك شي بضحك؟ لا. طيب اسمع. فوتون قلت لك ما بدي. ايه بس شي بيفرط ضحك. اسمع لقلك، قال كان في رجال ومرته. ليكي بدي احكي لك نكته بتضحك. نكته؟ انت؟ اي انا. اسمعي، كان في رجال ومرته قاعدين ببيتهم ماشي. المرأة قالت لزوجها، اذا انا مت بيوم من الايام انت يا ترى رح تتزوج علي بعدين؟ الزلمه قال لها لا، شو هالحكي، اكيد ما رح اتزوج. المرأة قالت له لا بتتزوج بتتزوج وأنا متأكدة. وقف الزلمة وصار يفكر بالموضوع، قال لها مرتي حبيبتي، كرمال ما يضلوا الأولاد بدون أم أنا مضطر أني أتزوج. قام زعلت كتير مرته وقالت له طيب بس يا ترى رح تجيب لها زنبق مثل ما بتجيب لي لإلي دائما؟ الزلمة قال لها لا، لأنه هي بتحب الجوري.
تخيلي قلة بتحب الجوري الجوري لك طلع حابب قبل ما تموت مرته. لك فهمت بس شو هالنكتة البايخة هي ما بتضحك. شو هالحكي بس برأيي بتضحك كتير. طيب ماشي لا تزعل خلص بتضحك وبتضحك كتير حتى انه بتموت من الضحك. فتون حطي المخدة ورا ظهرك لشوف حطيها هيك أحسن. ليلي لشوف قدي صار عمره. عفوا البيبي قديش عمره؟ بصراحة عمره تحسينه لا تخجل للبنت. طيب فهمت عليك لا تنسي تعطيني رقم دكتورك لحتى أحكي معه بعدين. الدكتوري؟ إيه طبعا عمي. بهالفترة لازم تتغذي منيح فتون خانم وأنا حضرت كل هدول مخصوص لحضرتك. يسلم إيديك. صحة وهنا. صحتين وهنا بنتي الغالية كل منيح مشانكن أنت والبيبي. لازم تتغذي. صحة وهنا على قلبك مشان البيبي. رح يصير عنا حفيد. حفيد يا مديحة بتصدقوا؟ ما عم صدق. جدي الله يوفقك لا تبكي. أنا كتير مبسوط يا بنتي وهدول دموع الفرح. دموع الفرح حلو كتير. يا ربي دخيلك ساعدني شو هالمصيبة اللي وقعت فيها جان والله لندفعك وينك. لك خطفته بكل معنى الكلمة شو هاد؟ لك كتير تأخر الوقت. هيك ما رح يمشي الحال. كيف الشغل تحسينه؟ ألو؟ تعي لهون بسرعة، هي الحية الصفرة ما غيرها، خطفت جوزك وما نقدران يتحرك لمكان. تعي لهون وخدي لجوزك بسرعة. عماد، أنت شو عم تقول وتخبص؟ وينكن أنتو هلأ؟ قلتلي بالبار؟ وأنا ليش لا أجي فهمني؟ هو اللي لازم يجي لهون على بيت أهله. إيه أساساً الكل ناطرينه هون. ليك فتون؟ اسمعيني فتون؟ سكرت الخط بوشي؟ ايه؟ العمى هدول وين اختفوا تركوني لحالي؟ جان مو قدران يجي لأنه مشغول بيعتذر منكن. مو ناقصني غير هيك. مو مشكلة حبيبتي نرجع كلياتنا منحتفل بهالخبرية الحلوة مرة تانية. ايه ليش لا؟ بتمنى إن شاء الله. معناتها شو نافرين لسه؟ خلونا نفتح الشمبانيا بسرعة يلا يلا. شو؟ ولسه في شمبانيا كمان؟ ناجية يلا جيبي الشمبانيا. حاضر تحسين بيك. Kapıyı çalsam bir an sen yanımdasın saçları.